النشرة الرئيسة تأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى. مشاهدين أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق اجتماع القمة العربية الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي، دفع التصنيع وتفعيل منطقة التجارة الحرة مفتاح التكامل الاقتصادي في القارة. ومجلس المحاسبة يعرض تقريره السنوي، والنفقات المؤهلة لإعانة المصدرين متنوعة لكنها لم تستعمل. وفي النشرة، الاقتصاد العالمي على مشارف أزمة جديدة عنوانها الركود والتضخم. بداية مشاهدينا، انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة النيجيرية نيامي أشغال القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي تحت شعار تصنيع إفريقيا. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في كلمته أن بوابة التصنيع في إفريقيا تقوم على القطاع الزراعي لما له من أهمية بالغة. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير نادية جماتي. بوابة التصنيع في القارة الإفريقية تقوم على القطاع الزراعي، هذا ما شدد عليه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خاصة وأن القارة تملك ثروات طبيعية وبطنية بجميع أنواعها. بوابة التصنيع في القارة الإفريقية تقوم على القطاع الزراعي. إفريقيا لديها إمكانيات هامة، وإذا قمنا بزيادة الإنتاج سنتمكن من خفض فاتورة الواردات. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ربط نجاح التصنيع والتنوع الاقتصادي ومنطقة التبادل الحر في إفريقيا بتوفر الإرادة السياسية ووحدة الدول الإفريقية. وحدة الدول الإفريقية والإرادة هي قوتنا للتحويل. نريد قارة إفريقيا مزدهرة وفي سلام. هذا ويشارك قادة ومسؤولو الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي خلال أشغال القمة الاستثنائية سبل التعاون في مجالات الصناعة والتنمية الاقتصادية وحشد الجهود نحو التصنيع على اعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا. وخلال القمة أكدت الجزائر استعدادها الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في القارة الإفريقية، مشددة على ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي وإعداد استراتيجية صناعية شاملة تراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة ناجعة واقتصاد قوي متكامل ومنسجم. جاء هذا في كلمة ألقاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال جلسة مغلقة لأشغال القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي. وأشار الوزير الأول في هذا السياق إلى الدور الجوهري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة، مشددا على ضرورة إيلائها الدعم والتشجيع اللازمين وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها. ولمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا الموضوع يلتحق معنا عبر الهاتف أمين بوطالبي وهو مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وبكل متابعي قناة الإفريقية. شكرا. بداية، ربما ما هي أهمية القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالنسبة لدول القارة والجزائر، سيما وأنها تسعى بقوة لولوج الأسواق الإفريقية؟ أولا، هذه القمة كان شعارها إفريقيا نحو التطوع ونحو الترقية، ترقية اقتصادية وترقية التبادل التجاري في المنطقة القارية الفضائية. فهذه القمة تعد من بين أهم القمم التي ربما ستعرف من خلالها إفريقيا انطلاقة قوية اقتصاديا من حيث المناطق الحرة في الدول وأيضا من المنطقة الحرة القارية، وأيضا لتعزيز التعاون والتبادل التجاري، وهذا ما
أكد عليه السيد الوزير الأول وأيضا من قبله خلال مجلس وزراء القمة السيد العمامرة، أكد في كلمتهما أنه الجزائر حاضرة وجاهزة للتعاون مع كل الدول الإفريقية، وأنها بنتيجة دخول في كل الخارطة الإفريقية مع منطقة تبادل الفضل. هذه النقاط المهمة التي تؤكد عليها الجزائر تبحث عنها القوية للاتحاد الأفريقي، تبحث عنها أن تجد دول فيها تكامل اقتصادي. ونحن كنا أخذنا شعار منذ سنة 2022 منذ بدايته أنه ستكون سنة اقتصادية بامتياز. كلمة الوزير الأول وكلمة رئيس دولة النيجر أكد أنها الإقلاع الاقتصادي أو الإقلاع الصناعي ينطلق من تعزيز حضورنا في تحقيق أمننا الغذائي، يعني الفلاحة. الفلاحة في الجزائر أيضا عرفت استراتيجية مهمة، أنها بدأت الآن تعرف انتعاشها وتعرف اهتمام كبير من عند المستثمرين من أغلب الدول للاستثمار في هذا المجال، وأيضا تعزيز الاستثمارات المحلية، يعني المستثمر المحلي في هذا المجال لبلوغ الأهداف المخططة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063. لابد على الدول أن تكون منسجمة ومتعاونة بينها وتكون لها رؤية واحدة. لذلك كلمة الوزير الأول كانت لابد أن تكون هناك استراتيجية صناعية لكل الدول الإفريقية لتعرف مكانها. أستاذ أمين، أستاذ أمين، بالنسبة لكلمة الوزير الأول، أنتم متواجدون الآن في العاصمة النيجيرية أنيامي، والوزير الأول كان قد قال أن الجزائر تجدد استعدادها الكامل في دعم مسار الدول الإفريقية نحو التصنيع، كيف سيكون ذلك؟ نعم، الجزائر أولا حضرت بوفد رفيع المستوى للمشاركة في القمة، بحيث مقاطر مع أغلب الدول تريد أن تبرهن دائما أنها حاضرة مع الاتحاد الأفريقي وحاضرة مع كل الاتفاقيات أو القرارات التي تصدر عن الاتحاد الأفريقي. الجزائر حاضرة في المنطقة الصناعية وحاضرة في المنطقة التجارية وحاضرة أيضا في الرؤية الاقتصادية لـ 2063. في خلال هذا اللقاء والقمة الاستثنائية كانت هناك أرضية لبناء رؤية وتصور واحد لشهر فبراير، يعني القمة الرسمية للرؤساء، وستكون القمة الرسمية بها أرضية مهمة، أنه لابد على إفريقيا أن تنتج ما تلبس وتنتج ما تأكل وتصنع أيضا نسيجا صناعيا واقتصاديا قويا يمكنها من بلوغ الأهداف المسطرة، خاصة بعد أزمة كورونا وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال أزمة روسيا وأوكرانيا. أستاذ، ماذا يمكن أن تقدم الجزائر للمجموعة الإفريقية في هذا المجال؟ والعكس أيضا، كيف يمكن للجزائر أن تستفيد من بعض النماذج التي أبانت عن نضج أقول تجربتها الصناعية في القارة؟ أولا، الجزائر يمكن أن تستفيد من الخارطة الاقتصادية بحيث أنه تستغل الأسواق الإفريقية، لأنه إفريقيا متعطشة إلى تكنولوجيا، متعطشة إلى صناعة، متعطشة وتبحث عن أي فكرة وأي رأي يمكن أن تستفيد من ثرواتها وخيراتها. ولاحظنا أنه أغلب الدول الإفريقية اليوم لها اكتشافات جديدة للغاز والبترول، وتود أيضا نقل التجربة الجزائرية في هذا المجال لكونها تملك خبرة كبيرة جدا. أيضا أغلب الدول تملك مواد أولية مهمة، ويمكن أيضا أن نستفيد بالتعاون على إيجاد حلول لهذه المواد الأولية التي عادة ما نستوردها من خلال دول وسيطة من أوروبا. فخلال هذا أستاذ، كسؤال أخير، الجزائر سطرت خلال السنتين الماضيتين خطة لتنويع الاقتصاد ودعم وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث تطمح لتحقيق رقم 7 ملايير دولار هذه السنة. هل توجه نحو الأسواق الإفريقية سيعزز هذه الأرقام؟ من خلال هذه اللقاءات يمكن تعزيز حضور الجزائر داخل القارة الإفريقية، وأيضا من
خلال مشاركات المؤسسات وخلال مشاركة دائما المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير في لقاءات الاتحاد الإفريقي، يعزز من صناعة علاقة اقتصادية وتجارية بين المؤسسات، خاصة بين القطاع الخاص والقطاعات الأخرى، لبلوغ الأهداف المسطرة لرؤية الجزائر نحو التعاون والتبادل التجاري الإفريقي، وهي شيء مهم جدا في المرحلة الراهنة، خاصة أنه نرقى إلى 7 مليار دولار ونملك ماكينة صناعية تمكننا من بلوغ الأهداف المسطرة خلال 2023، وهذا ليس ببعيد لأنه حققنا أرقام مهمة جدا سنة 2022، 7 مليار دولار، يمكن أن نحقق أرقام مضاعفة. للأسف انقطع الاتصال مشاهدينا. كان معنا أمين بوطالبي مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير من العاصمة النيجيرية نيامي، شكرا لك على هذه التفاصيل. وإلى موضوع آخر مشاهدينا، وعملا بالمادة 199 من الدستور، قام مجلس المحاسبة بنشر تقريره السنوي 2022 المعد طبقا لأحكام الأمر رقم 95/20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم. ويتضمن هذا التقرير أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي لسنة 2020، وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة إلى ترقية التسيير السليم وحسن الأداء في استخدام الوسائل والموارد العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة. وعن أهم ما جاء في التقرير في مجال ترقية الصادرات يقول رياض بالقاسم: رغم أن الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة لترقية الصادرات عديدة ومتنوعة، لكنها قليلة أو منعدمة الاستعمال حسب ما جاء في تقرير لمجلس المحاسبة لسنة 2022 الذي أكد أن تنفيذ نظام الإعانة بطيء وجزئي. تقرير مجلس المحاسبة أشار إلى غياب التقارير والمتابعة بشأن تأثير التظاهرات والمعارض على الصادرات، خاصة وأن التقييم من شأنه أن يعطي فكرة دقيقة عن فعالية هذه المساهمات المالية لتحسين فعالية آلية الدعم ووضع برنامج دعم لصالح المؤسسات ذات الإمكانية التصديرية القوية بشكل يضمن لها الوصول إلى الأسواق الخارجية. وبخصوص تفعيل بعض النفقات الموجهة لتدعيم الصادرات، أوضحت وزارة التجارة حسب تقرير مجلس المحاسبة أن الأمر يعود لأسباب تقنية تتعلق بالمراقبة القبلية والبعدية للوثائق الثبوتية، عواقب ينتظر حلها في القريب العاجل، خاصة وأن الجزائر حققت خلال السنتين الماضيتين تقدما كبيرا في مجال ترقية الصادرات الخارجية وتعول على مضاعفته في السنوات المقبلة. وفي موضوع آخر، يتواجد وفد من رجال الأعمال الجزائريين ورؤساء المؤسسات يقوده رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال ملافي بإيطاليا للقاء متعاملين ومستثمرين إيطاليين حسب ما أفاد به بيان للمجلس. وأشار نفس المصدر إلى أن الوفد الجزائري حظي باستقبال من طرف الرئيس السابق لمجلس الوزراء الإيطالي ماساسيمو داليما، الذي أكد أن هناك إرادة إيطالية حقيقية في مواصلة تعزيز الروابط وبالخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين. قال وزير النقل كمال بلجود أمس الخميس أن قطاعه يعمل على توسيع الرحلات الجوية المخصصة للحج والعمرة المقتصرة حاليا على 5 مطارات إلى مطارات أخرى من الوطن. وأوضح بلجود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن المطارات المعنية برحلات الحج والعمرة تحدد خلال مجلس وزاري مشترك مخصص لهذا الشأن، مذكرا أنه تم إلى حد الآن تعيين 5 مطارات لاستقبال هذه العملية، وهي مطارات الجزائر العاصمة وهران، قسنطينة، عنابة، وورقلة.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أمس عن استحداث قطب جامعي يشرع ابتداء من الموسم المقبل في تدريس تخصصات على صلة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالصحراء. وأضاف الوزير لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بوحدة تطوير التجهيزات الشمسية ببوسماعيل رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2022 بهدف تكوين إطارات جزائرية تتحكم في تقنيات جميع مسارات إنتاج الماء الشروب انطلاقا من مياه البحر وتقليص نسبة الملوحة بالنسبة للمياه بباطن المناطق الصحراوية. وفي الشأن الدولي، كشف معهد التمويل الدولي مؤخرا أن الاقتصاد العالمي سيكون ضعيفا العام المقبل كما كان في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، خاصة مع تباطؤه في النمو خلال الفترة الأخيرة. إيمان وتفصلنا في هذا التقرير نتابع. الاقتصاد العالمي شهد في الفترة الأخيرة تأرجحا في المؤشرات الرئيسية نتيجة للكثير من الأزمات. وقد كشف معهد التمويل الدولي مؤخراً أن الاقتصاد العالمي يشهد اليوم ضعفاً لم يشهده منذ عدة سنوات، وقد يصل الركود الاقتصادي السنة المقبلة لمستويات لم يشهدها العالم منذ سنة 2009 عقب الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى حدود 1% عام 2023، أي لنفس مستوى عام 2009 وفق ما ذكره الخبراء الذين قالوا أن أوروبا ستقود هذا التباطؤ، والسبب أنها تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة الطاقوية. وسينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة تصل ل 2% بعد الانخفاض الحاد في ثقة المستهلك والأعمال. وأضاف محللون مختصون أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سيكون بنسبة 1%، بينما قيادة النمو ستكون من قبل أمريكا اللاتينية، إذ من المتوقع أن يرتفع اقتصادها بنسبة تصل 1.2%، حيث سيجني مصدر السلع فوائد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. أما الصين ومع تخفيف قيود كورونا فسيكون المحرك الأكبر الوحيد للاقتصاد العالمي العام المقبل رغم ما تعانيه من مشكلات اقتصادية داخلية. وفي السوق النفطية تتجه أسعار النفط لتكبد الخسائر للأسبوع الثالث، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف سعر أعلى من المتوقع لشراء الخام الروسي، ووسط مخاوف التباطؤ الاقتصادي التي تهدد توقعات الطلب نتيجة انتشار كوفيد في الصين وتوقعات بالركود الاقتصادي. جرى تداول خام برنت دون 86 دولارا للبرميل، مما يضع المؤشر القياسي العالمي في طريقه للانخفاض بأكثر من 2% خلال الأسبوع، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط تسليم جانفي 78.46 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، مرتفعا ب 0.7% عن الإغلاق يوم الأربعاء. وبهذا الخبر مشاهدينا نصل وإياكم إلى نهاية النشرة لنهار اليوم. مزيد من الأخبار تجدونها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة. إلى اللقاء.